أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي وأسلم على الحبيب سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله، المبلغ عن ربي بالحق والهادي الصراط المستقيم، بأبي هو وأمي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم بجاهه عندك ومكانته لديك أسألك مسألة العبد الضعيف الفقير إليك، أن تصلي عليه صلاة تقول لنا دخرا حيث ينعدم الدخر، وملادا يوم ينعدم الملاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خال من شوائب الشرك والكفر والنفاق والرياء. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس القرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا في رحاب الإيمان. أخوتي المؤمنين، أخوتي المؤمنات، الإنسان معرض انه يتبتلى في الدنيا، ينزل عليه البلاء، يمرض، يموت ليه شي حد، الحاله ديال هو نفسه يمرض، ولا الحاله ديال الفقر. والامه مره كي ربي سبحانه وتعالى يمتحنها، كيبتليها مثلا بالجفاف، قله الامطار، يعني امور ربي كيمتحن بها العباد ديالو. والمؤمن في كل الاحوال هو بين الصبر عند المصيبه والشكر عند النعمه، ومع الصبر عند المصيبه والشكر عند النعمه مرتبط بالله تبارك وتعالى، متصل بالله تبارك وتعالى. كيستحضر ان الله معاه وفي حاله نعمه، ومعاه وفي حاله مصيبه، معاه في حاله السراء، ومعاه في حاله الضراء، ينظر كيف يعمل. المؤمن في كل الاحوال ديالو هو في خير، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، المؤمن يعني الأحوال ديالو كلها في كل أحواله هو بخير مع الله تبارك وتعالى، ومرتاح نفسيا ومطمئن روحيا. إلا أعطى الله الخير كيشكر الله، تيقول لك هادشي ديال مولاي، سيد ربي اللي عطاني، ماشي بجهدي، سيد ربي اللي نعم عليا. ولا ضاقت به الاحوال، ويعني وصابته البلوى، صابر ومفوض امر الله تبارك وتعالى، ويكثر في كل الاحوال سواء في حاله السراء او في حاله الضراء من الدعاء، من المناجاة. إذا كان في حالة نعمة، اللهم أدي مع نعمة وحفظها من الزوال. وإذا كان في حالة البلوى، يا رب ارفع بلاءك. كيسأل الله سبحانه وتعالى باش يفرج عليه الضيق اللي هو فيه، ويبدل الحال من حال العسر إلى حال اليسر، وسيدي ربي قادر. ولما كيجي الجفاف، المؤمن كيلتجأ الله تبارك وتعالى. وعلمنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم اش خصنا نديرو في حالة الجفاف. كاين عندنا صلاة الاستسقاء اللي صليناها احنا مرارا وتكرارا عدد من السنوات اللي كانت كتعطل فيها الأمطار، وسيدي ربي غفور ورحيم، وسيدي ربي حنان وكريم، وسيدي ربي داكشي اللي عنده كثير، ما عندوش
ما عندوش النهاية، لأن العطاء دي الله كتير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الأمر آخر مهم جدا في مثل هذه الأحوال. إلى تصبنا بالمصيبة علمنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا ديال الله واللي غنرجعوا. أولئك عليهم صلوات من ربهم، ربي كيصلي عليهم يثني عليهم يمدحهم يرحمهم، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعلمنا الحق سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شنو خصنا نديرو لما يعني يقل المطر من غير صلاة الاستسقاء. علمنا الاستغفار، الاستغفار كيقول سيدي ومولاي على لسان سيدنا نوح، وسيدنا نوح نبي ورسول، هو أول رسول، أول نبي هو سيدنا آدم، وأول رسول أرسل في قوم أشركوا بالله وما بقاوش كيعرفوا الله عفوا، هو سيدنا نوح عليه السلام مع القوم ديالو. سيد ربي كيحكي القصة ديالو مع القوم ديالو، وكيفاش أنهم أجيال مرا أجيال، قرون مرا قرون، وهما مصرين على الكفر ديالهم. كيفاش كانت اش كان كيقول لهم؟ وقد أصابتهم المصائب الكفر ديالهم، كان كيقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار هو طلب المغفرة. فسيدنا نوح كيقول للقوم ديالو استغفروا ربكم، اطلبوا مغفرته، توبوا إليه ورجعوا للطريق وتركوا عبادة الأصنام وعبدوه هو وحده، ثم استغفروه طلبوا مغفرته يسر الذنوب ديالكم ويعفو عليكم ويمحيها، إنه كان غفارا كيغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، الله هو اللي كيغفر الذنوب. في اللحظات في الأوقات ديال الجفاف علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا نستغفر الله تبارك وتعالى، هو علمنا نستغفر الله في كل وقت وحين، ولكن في اللحظات وفي الأوقات ديال الجفاف خصنا نستحضروا هذا الأمر هذا، لأنه قلة الأمطار والجفاف راه من أهم الأسباب ديال كثرة الذنوب وكثرة المعاصي والغفلة. فالاستغفار شنو هو؟ هو الإنسان يطلب المغفرة، ولكن يطلب المغفرة بعد التوبة، أنه يعزم على أنه يعاود يرجع لذاك الذنب، يعزم مع عمرو يعاود يرجع لذاك الذنب، يندم على الذنب اللي دار ويعزم أنه يعاود يرجع ليه ويستغفر الله يطلب مغفرته، يندم على الذنب ويعزم انه ما يعاودش يرجع، يتوب ويعزم انه ما يعاودش يرجع، ويكثر من الاستغفار، ويكثر من الاستغفار باش الذنوب تمحى. وهذا الاستغفار شنو هو؟ اذا كان بيقين وصدق، صدق مناجاة ربي، اش كيقول؟ كما قال سيدنا نوح للقوم ديالو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، غفارا يغفر الذنوب جميعا، غفارا بصيغه المبالغه، غفارا فعالا
سيغفر. كيما بغا تكون الذنوب قصد ربي هو اللي قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا كلها. ولكن هذا الاستغفار كيجي عقب التوبة، خص الانسان يتوب بمعنى يندم على داك الشيء اللي دار ويعزم انه ما يعاودش يرجع ويكثر من الاستغفار. ولا كانت عنده شي حقوق ديال العباد يردها لهم ويكثر من الاستغفار انه كان غفارا. ايوا إذا استغفرت الله تبارك وتعالى، طلبت المغفرة ديالو وأخلصته في ذلك وبعدت على المعاصي، شنو اللي غيدير؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. يقد يقول لواحد طيب ما علاقته الأمطار هذا الاستغفار والأمطار؟ لأن الاستغفار من الذنوب والأمطار كيحبس الله تبارك وتعالى لكثرة الذنوب. هناك الأسباب للإنسان هذه هي تدخل في إطار الذنوب. هذا الشيء اللي واقع ديال التغيرات المناخية شكون اللي دارها؟ الإنسان. هذا اللي كيقولوا عليه ديال الحرارة اللي ارتفعت والتغيرات اللي وقعت في المناخ بسبب الفساد ديال الإنسان، سوء التدبير، ذاك الاستهلاك المفرط، يعني التقارير اللي كتكلم على هذا الموضوع من المتخصصين كتقول ان سوء تصرف الانسان في العالم كله وخصوصا في الدول الصناعيه الكبرى راه هو الذي ادى الى هذا الارتفاع ديال الحراره، نسبه الحراره في المناخ، والعلامات ديالها بدات كتبان. هذا الشيء اللي وقع في التغيرات المناخيه، الجبال ديال الجليد في الشمال ديال القطب الشمالي قال لك راه بدات كتذوب بواحد الشكل خطير جدا. القضايا ديال الحراره اللي مرتفعه في هذا الوقت بالضبط في عدد من انحاء العالم، الفيضانات اللي هادشي كله هذا السبب ديالو هو الانسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا يرجعوا، يعرفوا شنو السبب ويرجعوا. وهذا القمم ديال المناخ وهذا الشيء كله راه كيدخل في هذا الاطار. العقلاء والحكماء ديال العالم كيجتمعوا، ولكن باقي الناس اللي ما فاهمينش هذا الامر هذا تيقول لك لا، وغادي باقي في الفساد، الاحراق ديال الغابات، القطع ديال الاشجار، تلويت الانهار، تلويت المياه، داك الشيء اللي تيطلع من المصانع ويعني من الادخنه وغيرها اللي كي يلوت المناخ، حتى انه في بعض المناطق الانسان ما بقاش قد يعيش. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعد الذي عملوا. فهذا حتى هو من الذنوب، لماذا ما نحسبوش الذنوب هي فقط ديك المعاصي اللي معروفه عندنا؟ راه حين تفسد في الارض الله اصلحها وانت تفسدها، هذا ذنب. الوسخ في الطريق وذنب. والا شنو معنى لما كيقول النبي صلى الله عليه وسلم اماطه الاذى عن الطريق ومن شعب الايمان؟ اذا فالاستغفار من الذنوب جالب للامطار باذن الله تبارك وتعالى. راه داكشي اللي عند الله راه ما كيتقاداش، الخير موجود عند سيدي ربي. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. راه في رمش تعين تروى الوقت عند من سيدي ومولاي، ساعه من عند الغني كتغني كما كيقولوا سادتنا. هذا الاستغفار اللي علمونا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحديث بقي إن شاء الله بالفصل فتابعونا. هن نساء عرفهن التاريخ ولازلنا بحكمهن وعبرهن ودروسهن خالدات إلى يومنا هذا. إنهن مؤمنات خالدات. مؤمنات خالدات يجيب عن أسئلتنا اليوم المتعلقة بالمرأة،
ويعرفنا على حقيقة التكريم والتمكين الذي حظيت به المرأة في الإسلام. سنواصل التعرف على شخصيات خالدات مع الأستاذة الفاضلة نعيمة بن عيش. عدنا والعود أحمد ورجعوا كما يقول السادة العلماء. إذن قلنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش هو الاستغفار، فقال من قال عقب الصلاة 3 مرات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. اللي قال مني صلي يكمل الصلاة ديالو يقول السلام عليكم، يقول مرها مباشرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 المرات ربي كيغفر الذنوب ديالو ولو كانت مثل زبد البحر. هادشي كان عندنا في المساجد ديالنا أيها السادة. كنا مني كنكملوا الصلاة المؤذن كيبدأ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 المرات باش الناس كتعلم. ما بقاش هادشي هذا، سنرجعوا له. ها وحدة، إذا سيد النبي علمنا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 المرات مورا الصلاة. ولما نجي الكلام على الصلاة رحنا غنبينوا الأدعية اللي كنقولوا مورا الصلاة. تيقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار سيد ربي سبحانه وتعالى اش كيدير ليه؟ كيفرج الكرب ديالو وكي ينفس الهم ديالو وكيبارك في العمر ديالو. من لزم الاستغفار فرج الله همه وأطال عمره وغفر له ما تقدم من ذنبه. دين من لزم الاستغفار، لزم الاستغفار ما معنى لازمة؟ بمعنى يلازمه كيقولوا مرة بعد مرة. احسب انت في اليوم ديك شحال مرة قلت استغفر الله العظيم، كتقولها من قلبك، كتحس كتعرف شنو معنيت استغفر الله. يا سيدي ربي اغفر الذنب ديالي. وعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الدعاء عظيم جدا لو كنا وقفوا عنده باش نعرفوا المعنى ديال الاستغفار وشنو هو الاثار ديالو. لان غير يحس الانسان شنو معنيت استغفر الله العظيم، يا ربي اغفر لي. لما كتقول يا ربي اغفر لي شنو، علاش كتعبر، علاش ملي كتقولها شنو الداخل ديالك كي كيكون كتبين الحاجه ديالك، كتقولي بحال كتقول يا سيدي يا ربي انا غلطت وانت غفور رحيم اغفر لي، انا مزوق فيك اغفر لي، اسمح لي تجاوز على السيئات ديالي. هذا هو المعنى. ولكن ملي تقولها وانت حاس كتعرف. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيعلمنا بواحد الدعاء عظيم جدا، وقال لنا اللي كيقولوا الصباح من يفيق وبالليل قبل ما ينعس ربي سبحانه وتعالى كيحفظه وكيغفر الذنب ديالو وكيستر العيب ديالو وكيتجاوز السيئات ديالو. اللي قالوا قبل ما ينعس ولا قالوا الصباح، يعني قالوا بالليل قبل ما ينعس ومن يفيق كيعاود يقولوا سيدي ربي سبحانه وتعالى كيحفظه كيغفر الذنب ديالو كيستر العيب ديالو كيتجاوز على السيئات ديالو، فهو في ذمة الله. شنو هو الدعاء؟ الدعاء هو اللهم أنت ربي
لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أنت ربي. يا اللهم، ما معنى اللهم؟ شو معنيتها؟ يا الله، يا الله، هي اللهم، يا الله. كتعيط على سيدي ربي بالاسم ديالو الأعظم، الذي إذا دعا به أجاب، إذا دعي به أجاب، وإذا استغيث به أغاث، وإذا سئل به أعطى. يا الله، اللهم أنت، يا الله أنت ربي، أي سيدي ومولاي، أنت اللي المدبر ديال الشؤون ديالي، انت اللي كتسير الامور ديالي، انت اللي كتصرف الامور ديالي. اللهم انت ربي، انا ديالك، العبد ديالك، خلقتيني وخلقت لي رزقي وحددت لي الامور ديالي، انا ديالك. اللهم انت ربي، لا اله الا انت، ما كاينش اله غيرك، كان عبدك انت بوحدك، لا اله الا انت. خلقتني عاد كيعترف، خلقتيني انت ربي، خلقتيني بعد ما كنتش موجود، بمعنى انعمت عليا بنعمه الايجاد، انت اللي وجدتيني، ما كنتش، انت اللي وجدتيني، خلقتني، هاد خلقتني، هادي اعتراف منك بانه الخالق، هو الذي خلق، هو صاحب الفضل عليك، هو الذي اوجدك من عدم. وهذا الكلام راه قالته ابليس، خلقتني من نار وخلقته من تن. ولكن اش كيستبع؟ ما معنى لما تقول خلقتني؟ شنو خصك تقول؟ انا ديالك، غنطيعك، امرتيني اللي امرتيني نديرها، ولا غلطت يا سيدي ربي غفر ليا. ماشي تكبر، ابليس راه قال خلقتني من نار وخلقته من تن وما نطيعكش، فعصى واستكبر. انما المؤمن، اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، كان تعرف انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، بمعنى انا عبدك الذي خلقته من العبودية لي، مفتقر لك، محتاج اليك، انا هو، انا العبد ديالك. انتني استشحيت غيسم قنك قوينك كي يخلقن وريد اللي الليغ كي اي خلق قوينك، لا اسم قنك. اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا على الطريق ديالك، على المنهج اللي اختصي ما استطعت، بمعنى غندير جهدي، ولا غلطت يا سيدي يا ربي تجاوز عليا. ماشي بحال ابليس، ابليس اصر على المعصيه، لانه لما قال له الله ما منعك الا تسجد لمرتك، لو قال يا ربي اسمح لي راني غلط غيسمح ليه، ولكن قال انا خير منه. علاش؟ قلت لان انا احسن منه، باش خلقتني، ها هو كيعترف، ومن دابا انا خلقتك ودير داكشي اللي قلت لك، ولكن هو طغى وتجبر واستكبر. فاذا وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، استعيذ بك، استعيذ بك، اطلب جوارك من ذنوبي. انت يا سيدي ربي، انا تنطلب الجوار ديالك، تحفظني من الذنوب ديالي، من شر ما صنعت. معنى هذا الكلام ايها الساده الافاضل، اننا راه يتصور ان المؤمن يقع في الغلط، فسيدي ربي غفور رحيم، سيدي ربي لما كتمشي لعنده انت، هذا دليل على انك معترف بالربوبيه ديالو وبالعبوديه ديالك، وهذا الشيء اللي باغي الله تبارك وتعالى. لما كنعترفوا بالربوبيه ديالو والعبوديه ديالو وكنرجعوا وكنتوبوا وكنندموا وكنبكيوا على مولانا، كنطلبوا المغفره ديالك، ربي كيغفر. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. ما معنى ابوء لك بنعمتك علي؟ كنعترف بالنعم ديالك عليا، من الخلق خلقتيني بيدك، خلقتيني في الرحم ديال امي، خلقتيني قبل ذلك في الصلب ديال الوالد ديالي، وهكذا خلقتيني حتى خرجت من الحياه، خلقتني
وعطيتيني ونعمتي عليا بوجود الوالدة والوالد وكتكبرت ونعمتي عليا عطيتيني تزوج درت الوليدات ونعمتي عليا بالرزق الحلال ونعمتي عليا بالعلم. فين ما درت كنلقى النعم ديالك، كنشم كناكل كنشرب ما مريض، ما ملي كان مرض كاين الدواء. ابو قالك بنعمتك علي وان تعد نعمه الله لا تحصوها وابو بذنبي. انا اعترف بنعمتي، بنعمتك علي التي تستوجب الشكر والتي تستوجب انني نمشي في الطريق، نمشي في الطريق ما نخالفش. هذه النعمه اللي كنعترف بها كتستوجب الشكر. الشكر شنو هو؟ هو نقول باللسان الحمد لله، والعمل ندير العمل داكشي الذي يرضي الله. ولكن انا كنعترف بالنعمه ديالك عليا وكنعترف بالتقصير ديالي، انا مقصر. اعترف بذنبي وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فاغفر لي يا رب. انا كنطلب المغفره ديالك بخشوع، وانا وجل وانا مشفق خايف يا سيدي يا مولاي ما تقبلش مني، انا ديالك يا سيدي يا مولاي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ما كانش اللي غيغفر الذنوب قدك انت، حتى واحد من غيرك انت، انت غفار الذنوب غافر الذنب قابل التوب. فهاد الايام اللي شتا قليله نكثروا من الاستغفار عقب الصلوات 100 مرة في النهار في كل وقت في كل لحظة منين نفيقوا نستغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عقب الصلوات عقب الصلوات. وهنا كنتوجه لخوتي المؤمنين في الصلاة منين نقولوا السلام عليكم نقعدوا ونتوجهوا الله تبارك. أنت باقي في الصلاة إلا كي قلتي السلام عليكم ما تعتبرش أنك الخروج ديالك من الصلاة أنك بحال تسكيتي، قعد واكثر من الاستغفار. استغفر استغفر قل استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم في كل وقت وحين. بهذا الاستغفار هذا سيدي ربي سبحانه وتعالى كيغفر الذنوب، كيستر العيوب، كيتجاوز على السيئات، وكيطيح الشتاء. كيطيح الشتاء، راه الشتاء عند مولانا كثيره، راه الخير اللي عند مولانا كثير. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كما بغينا كي بقدر كيقدر بقدر بقدر وما نقنطوش. أنا كنقول لخوتي المؤمنين في المدن، كنقول لخوتي المؤمنين في البوادي، كنقول لخوتي المؤمنين في الرق يعني في السهول، وكنقول لخوتي المؤمنين على رؤوس الجبال، وكنقول لخوتي المؤمنين في كل مكان من الأرض وما نقنطوش من رحمة الله. لأن سيد ربي سبحانه وتعالى هو اللي قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سيد ربي كينزل الغيث كيغيثنا، الغيث المطار الغيث بعد ما كتكون الدنيا ناشفة من بعد ما قنطوا. كنكونوا احنا قلنا صافي مشى العام مشى العام، كيقولوها كما كيقولوا لنا تحت الشمس نقول ضمنت داكشي ديال مولانا. احنا كنديروا الأسباب والكمال على الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا صافي حتى كيقولوا تسد الباب وينشر رحمته المطار وهو الولي الحميد. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.